لجان الدفعات كلية الصيدلة، وعزمنا أن نحسن سعيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم زميلكم عبد الرحمن عباس، إن شاء الله رح أكون معكم في هذا الفصل في شرح مادة الأورجانيك كيمستري. هي مادة سهلة وبسيطة للي بدرسها يعني، وما بيراكم على حاله، وإن شاء الله فالكم جميعا الإيه. طبعا رح نبلش الآن بالتعريف العام لمادة الأورجانيك. لما تسمع أورجانيك شو بخطر على بالك؟ طبعا كلكم أخذتم في التوجيهي مادة الأورجانيك، الأورجانيك كيمستري، وعرفتوا إنه الأورجانيك إنه هي مركبات فيها بشكل أساسي عنصر الكربون. خلينا نستذكر بشكل سريع، ولكن قبل هيك اللي لازم تعرفوه إنه مادة الأورجانيك أو الأورجانيك كومباوند كان إلها تعريف أولد وصار إلها تعريف نيو. التعريف الأولد كان يحكو لك إنه هي عبارة عن مركبات derived from living things أو from living organelles، يعني هي عبارة عن مركبات مشتقة من يعني مخلوقات ماتت وتحللت وصار لها ترسيب، أعطتني إيش اسمه الأورجانيك كومباوند. مثال عليها، مثال زي النفط أو البترول. هذا التعريف القديم، ولكن التعريف الجديد الأشمل إن هو هي عبارة عن كيمستري of carbon compound. يعني بشكل عام هي عبارة عن مركبات التي تحتوي على عنصر الكربون بشكل أساسي. فمثلا الكربون لو نعملها ربط مع ذرة الهيدروجين بوجود chemical bond، ولو إحدى ذرات الهيدروجين المرتبطة مع الكربون استبدلناها مع أحد عناصر النون ميتال زي السلفر، الأكسجين، النيتروجين، فسفور، أو أحد عناصر الهالوجينات زي الفلور، الكلور، أو البروم، أو اليود، هذا بنحكي عنه أورجانيك كومباوند. طيب إحنا شو رح ندرس؟ الأورجانيك كومباوند التعريف الأولد ولا التعريف النيو؟ لا، احنا مادتنا راح تقتصر فقط على الأورجانيك كومباوند النيو لانه هي عبارة عن الاشمل. تعال نحكي عن اشي بديهي بالنسبة لكم، عن الاتوم. بشكل عام جميعكم بيعرف انه الاتوم بيكون هي عبارة فيها النواة، النواة بتكون بهذا الشكل، بيكون فيها البروتونات موجبة الشحنة وفيها النيوترونات متعادلة الشحنة، وحول هذه النواة بدور عندي الإلكترونات بهذا الشكل. الإلكترونات حواليها بتدور بهذا الشكل. فلما احنا نيجي نمثل ذرة مثل ذرة الكربون بيكون في رقمين، اغلبكم بيعرف شو معنى هذول الرقمين، مثل بيكون فوق 12 وتحت 6. هذا بيمثل شو؟ بيمثل الماس، بيمثل الماس نمبر. اما هاي الستة بتمثل الاتوميك نمبر. استذكار سريع، شو معنى الماس نمبر؟ الماس نمبر هي عبارة عن عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طيب الاتوميك نمبر، الاتوميك نمبر هو عدد الالكترونات مساوي لعدد البروتونات، ولكن بشرط ان تكون الذرة المتعادلة، ان تكون الذرة متعادلة. اصلا الذرة كيف بصير لها شحنة او بتصير ايون؟ عند كسب وفقد الالكترونات. فاحنا تعريفنا للاتوميك نمبر بشرط ان تكون الذرة متعادلة هو عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. فاحنا هون راح نهتم اكثر بالاتوميك نمبر. مثلا الكربون الاتوميك نمبر لها 6، فلما نيجي نوزعها حسب ما درسته في الكيمياء العامة هي عبارة عن 1s2 2s2 و2b2. فلما نيجي نوزعها في أوربيتال زي ما بتعرفوا الاس فيها 1 أوربيتال والبي فيها 3 أوربيتال، فهاي ال1s2
وهي 2S2 وهي 2B2 بهذا الشكل. فهذا التوزيع الإلكتروني لذرة الكربون. راح نيجي هسه نتعرف على مفهوم كمان انتو اخذتوه في الكيمياء العامة، مفهوم الفالنس إلكتروني. مفهوم الفالنس إلكتروني، فالنس إلكترون. شو هي الفالنس إلكترون؟ الفالنس إلكترون وهي عبارة عن الإلكترونات الموجودة وين؟ الموجودة في اللاست شيل. في اللاست شيل أنا عندي وين هون اللاست شيل؟ اللاست شيل عندي هو 2S2 و2B2. كم عدد الإلكترونات الموجودة في اللاست شيل؟ 1 2 3 4. عندي 4 إلكترونات. فذرة الكربون بتحتوي عدد الفالنس إلكترون اللي فيها هو 4 إلكترونات. فمنلاحظ لما نيجي نمثل ذرة الكربون تمثيل لويس، بيكون ذرة الكربون حواليها 4 نقاط في هذا الشكل، وهذا السبب اللي بيخلي إنه ذرة الكربون بتكون لي دائما 4 روابط أو 4 بونت. فمستحيل إحنا نلاقي مثلا ذرة الكربون عاملة بس 3 روابط لحالها، أو رابطة مثلا، أو 5 روابط. لا، بشكل عام ذرة الكربون تعمل بس 4 روابط. طبعا هسا احنا ممكن نلاقي ذرة كربون هيك عاملة هاي سي اتش وهون اتش، وعندي هون لون بير. طبعا هذا رح نتعرف عليه بعدين، يعني ممكن لاقيها عاملة 3 روابط بس استحالة، بس بشرط بوجود لون بير، بس استحالة نلاقي ذرة كربون عاملة 5 روابط بهذا الشكل. هذا الحكي غلط، بس انتو هسا يعني حطوه في راسكو انه ذرة الكربون بتعمل فقط 4 روابط، مستحيل تزيد عن 4 روابط. هذا بتبطل ذرة كربون، يعني بيصير شيء ثاني. هذا مفهوم الفالنس إلكترون. طب تعال يعني عشان بما انه هسه رح نتعرف على مفاهيم عامة في هاي المحاضرة، يعني احنا ما خشينا لسه في المادة، تعال مثلا نحكي عن الفلور. الفلور بيحتوي على العدد الذري عنده 9، فالتوزيع تاعه رح يكون بهذا الشكل 1S2 2S2 و2B5. فأنا عندي last shell 2S2 2B5، فالفالنس إلكترون هو عبارة عن 7 إلكترونات. هذول إيش هما؟ هذول فالنس إلكترون. فتمثيل لويس بيكون بهذا الشكل لذرة الفلور، بيكون بهذا الشكل. لاحظ بيكون عندي 3 لون بير، وبيكون بس عندي 1 إلكترون اللي هو ممكن يرتبط مع ذرة ثانية. لذلك منلاحظ إنه ذرة الفلور هي من عناصر المجموعة 7. شو يعني؟ يعني هي طبعا بتحتوي فالنس إلكترون على 7 إلكترونات، بتحتاج بس إلكترون واحد عشان تصل للاستقرار ويصير عندها 8 إلكترونات. وبتعرفوا إنه أي ذرة لازم تصل للاستقرار لازم يكون في مدارها الأخير كم إلكترون؟ 8 إلكترونات، زي العناصر النبيلة، وهذا بنسميه إيش؟ عنصر مستقر. فالإيت إلكترون بنسميه الماجيك نمبر. بشكل عام إحنا بنسميه الماجيك نمبر. هذا بشكل عام. مثلا الأكسجين، الأكسجين بيحتوي على فالنس إلكترون. الفالنس إلكترون للأكسجين هو عبارة عن 6 إلكترونات، فتمثيل لويس للأكسجين بيكون بهذا الشكل، بيكون بهذا الشكل. في أنا عندي 2 لون بير وعندي 2 إلكترون، هذول ممكن يعملوا رابطة. فعشان مثلا هيك مثلا H2O بكون بهذا الشكل، بكون أنا عندي هون الهيدروجين، هون الهيدروجين، وعندي هاي 2 لون بير. فشوف أنا عندي عدد ال أنا قديش أكم عندي أكم إلكترون عندي هون مش لون بير، ساوى عندي روابط. فخلينا نخش هون في موضوع البونز. موضوع البونز هسا أنا عندي نوعين من البونز، عندي ايونيك بوند وعندي هون كوفالنت بوند. كوفالنت بوند، الكوفالنت بوند هي اللي راح نهتم فيها في الاورجانيك. في الاورجانيك راح نهتم بس
في الكوفيننت بوند. الكوفيننت بوند بشكل عام هي عبارة عن شيرينج اوف الكترون، بيكون في تشارك في الالكترونات. يعني مثلا ذرة الكربون بيكون عندها التمثيل لويس تاعها اربع الكترونات حوالينها، الفينس الكترون اربع الكترونات حواليها، فهي بتروح تتشارك باربع الكترونات اخرين يعني عشان تكون لي مثلا السي اتش 4. السي اتش 4 هو عبارة عن غاز الميثان، فمثلا ترتبط مع اربع ذرات هيدروجين بهذا الشكل. وبنعرف ذرة، كل ذرة هيدروجين بتحتوي فقط على ايش؟ بتحتوي على الكترون واحد، فبصير تشارك بين الكربون وذرات الهيدروجين تعطيني سي اتش 4 وهو غاز الميثان بهذا الشكل سي اتش 4. فهذا هاي الرابطة احنا شو بنسميها؟ بنسميها الكوفيننت، كوفيننت بوند، فبنمثلها بهذا الشكل ايضا سي اتش، وهون اتش، وهون اتش، وهي هون اتش. فهان هاي لحالها بنسميها كوفيننت بوند. السنجل بوند الوحده بتحتوي على بير اوف الكترون، يعني بتحتوي على زوج من الالكترونات. كم هون سنجل بوند عندي؟ عندي هون 4 سنجل بوند، 4 سنجل بوند. هسا تذكروا اهم معلومه حكيتها في البدايه، انه ذره الكربون بتعمل لي اربع روابط، اربع روابط، ولكن اللي ممكن يختلف عندي هي نوعيه الروابط، نوعيه الروابط. فذره الكربون ممكن تعمل لي سنجل بوند بيكون شكلها بها كالتالي، سنجل بوند. ممكن تعمل لي دبل بوند، وممكن تعمل لي تريبل بوند بهذا الشكل، تريبل بوند. فمثلا لو جبنا هذا المركب، هون هيدروجين، هون هيدروجين، هون هيدروجين، هون هيدروجين، هون ذرة الكربون هاي كم رابط عاملة؟ هاي 1 2 3 4. ولكن شو نوعية الروابط؟ هاي ذرة الكربون راح تحكي لي عاملة 1 دبل زائد 2 سنجل. الدبل فيها ثنتين و2 سنجل، يعني عاملة 4 روابط. ممكن أجيب لك هذا المركب تريبل بوند مع الكربون، هون في عندي هيدروجينة. لو جبت لك حطيت لك نجمة على هاي الكربونة، أكم رابطة عاملة؟ 4 روابط، ولكن شو نوعية الروابط؟ راح تحكي لي 1 سنجل زائد 1 تريبل بهذا الشكل. هيك بنكون تقريبا يعني خلصنا محاضرتنا الأولى. كانت بس أشياء بسيطة جدا جدا، تعريف عن الأورجانيك كومباوند، وحكينا عن الذرة بشكل عام، بعدين فتنا لموضوع الأتوميك نمبر والتوزيع الإلكتروني، بعدين حكينا عن الفالنس إلكترون، وكمان من الفالنس إلكترون عرفنا أنه عدد الفالنس إلكترون هو اللي بحدد لي عدد الروابط اللي ممكن أعملها. حكينا أنه في عندي أيونيك بوند وعندي كوفيننت بوند، إن هي عبارة شيرينج أوف إلكترون، وهي اللي راح أركز عليها في موضوع الأورجانيك كيمستري. وهم معلومة لازم تتذكروها، انه انا عندي ذرة الكربون بتعمل لي 4 روابط، ولكن ممكن يتغير عندي هي نوعية الروابط. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا الاولى، واسأل الله لكم التوفيق. يعطيكم الف عافية.